삐삐삐삐 못한 것 뿐이 또 주부가 가만 잠깐 مرحبا انا اوبن وهذا اخي التوام ايبن ها نعم 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 هذه قصة عنا نحن الاثنين ايبن هل نسيت شيئا ها ها هذه قصة عنا جميعا مرحبا رحلة الى جزيرة الكنز الجزء الاول ستندمون على هذا دعوني أذهب لماذا خطفتم الأميرة ميمي؟ ليس من شأنك أنا القرصان ملك البحار السابع لست واثقا من ذلك بعد الآن أسكت أوه إذا لن تخبرنا توقف توقف لا لا توقف الآن حسنا لا تقل لهما كابتن لن أقول أبدا صحيح يا كابتن لا تقل له ها ماذا قلت لا ليس أنا أقضي عليه أولا ماذا لا أرجوك توقف أنا أتوصل إليه لا تضيع وقتك أنا أعرف لماذا فعلوا ذلك ماذا؟ المذنبين ماذا؟ لما لم تقل لنا من قبل؟ ها؟ لم يسألني أحد هذا صحيح؟ نعم 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 قل لنا السبب هو جزيرة الكنز ها؟ جزيرة الكنز؟ أين أين؟ لا تعلم لقد سألناها مليون مرة لا أعلم لكن هذه الخريطة تعرف خريطتان ثلاث خرائط؟ ماذا؟ توجد خريطة؟ فراشتان ثلاث فراشات لم تسألوا بطريقة لطيفة كم نحن سخفاء يا قبطان من تدعو بالسخيف؟ أنت يا قبطان كيف تزرع؟ أنا لست سخيفا هذا هو الكنز هذه مجرد علامة معه حق يا أميرة هذا ليس كنز العلامة تمثل الكنز هذا هو مكان الكنز ماذا عن هذا؟ أعلم لابدنا أنها دجاجة مقلية ضخمة يام يام يجب أن نذهب إلى هناك يا أوبن ها؟ هل يمكنك أن تصيان الدجاج المقلي دقيقة؟ عن ماذا يجب أن أتحدث؟ عن الكنز لا يهم انظر هناك أسرع ميل فك قيودنا أنا متعب لما لا تفعل ذلك أنا. أنت؟ ماذا؟ حسنا أسرع حاضر حاضر يا قبطان إذن في أي اتجاه يجب أن نذهب؟ سنذهب في هذا الاتجاه لا هذا أسهل ليس من هناك لماذا لا نذهب في هذا الاتجاه؟ هل أنت متأكد؟ نعم 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 ماذا؟ تستحقني ذلك قرصانان أو ثلاثة قراصنة موجودون احترسوا ستغرقون وداعا نراكم لاحقا احترسوا من أسماك القرش أحسن غير اتجاه السفينة الآن هذا الاتجاه أجل حاضر قبطان متأكد من أنك تعرف الطريق أعتقد جيد أحرص على ألا نتوه هيا يا مدلل شراعاني ثلاثة أشرعة تعلو على الكنز فوق نصه ها وجدتها ها تحتاجان لتفكرا ها
حرر قراصنة سرقوا الخريطة ووضعونا على هذا المركب ورحلوا. من الجيد أنكما وجدتمانا. والآن لنذهب ونقبض على القراصنة. ماذا؟ لا نريد القبض على القراصنة، نلتقط الأسماك فقط. فعلا للأسف ها قد ضاع الكنز منا. هيا الصغيرات. إنها بقرة كبيرة. ما خطبه؟ ما هذا؟ ظريف جدا. أيمكنني الاحتفاظ به؟ أوشكنا على الوصول، فليستعد الجميع. حاضر يا قبطان. فيزي أحضر القارب. ميل ارفع الأشرعة. أسرع أسرع أسرع. لا تكتفي بالجلوس هناك، ساعدني. المدلل متسلط جدا. أين هو القارب؟ القارب جاهز أيها القبطان. جيد، 2-3 قراصنة في الهواء سوف نصبح أغنياء. استمر بالحلم يا قرصان. لماذا؟ اقضي عليه كابتن. لا يمكنك الهرب هذه المرة. انت مجددا. ما هذا؟ أوبن هيا من هنا. احضروه. مجدداً.
هيا كل هذه وهذه، لكن لا تأكلني أنا. أعجبت؟ هيا خذ المزيد. لا تنسى أن تدفع 2 برنجت. ما هذا؟ كادوا أن يصلوا. فيزي أسرع، أحضر القارب. أولا يا قبطان، إنه مكسور. ماذا سنفعل الآن؟ شريطة. سأخذ هذه الخريطة. هذه خريطتي. أوقفوا القتال، لنبحث عنه معا. أنا أمزح فقط، نحن لا نتقاتل. نعم، لكن ما سيحصل على الكنز؟ الجميع سوف يحصل عليه، سنتقاسمه معا. صحيح، نتقاسم. يا قبطان، هكذا ثراتنا ستقل. لكن نصف الخريطة لا ينفع يا قبطان. صحيح يا قبطان. حسنا، 2، 3، 6 أصدقاء. لا يمكنكم فعل هذا، هذا من تأليفي. هيا بنا لنذهب، سنجده بالتأكيد. أنا هو حارس الكنز،
أنتم هنا جميعاً من أجله، صحيح؟ ها؟ نعم نعم نعم. إذن يجب أن تهزموني. إن استطعتم، الكنز سيكون ملككم. ها؟ ماذا أن لم نستطع؟ إذا لم تستطيعوا، حينها ستكونون عشائي. معك حق. حسنا لنرى من الأذكى. هذا سهل، يمكنني فعلها، فأنا ذكي. إذن أجب على هذه الأحجية. لماذا الطيور تسافر جنوبا؟ هيا هيا، هذه صعبة أليس كذلك؟ حسنا خذ وقتك. هل من أفكار؟ الطيور تطير لأنه يصعب عليها أن تسير. هذا صحيح. مهلا انتظروا، اولا لنلعب حجرا وورقه ومقاس. انا البطل على هذه الجزيره. جاهز؟ حجر، ورقه، مقاس. الورقه تغطي الحجر، الرابح هو اوبن. مشددا. انا اعني هذا. هذا حجر. ماذا عن هذا؟ هذا حجر ايضا. احسنتم. اذكياء جدا، انتم اول من يهزمني في هذه اللعبه. اذهبوا، الكنز ملككم، لا تخجلوا. لسنا خجولين. اسرعوا. انتظروني. ما هذا؟ إنه فارغ. أين الكنز؟ أين الكنز؟ اسمع أنت، أين هو الكنز؟ ليس هنا؟ لا. لقد تذكرت للتو، فعليا أنتم ثاني من يهزمني في هذه اللعبة. ماذا؟ إذا من كان الأول؟ أتكر 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 أتكر. Subscribe YouTube channel kita orang. Betul.